السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. حاليا أنا بعمل لكم التقرير الأخير بتاع النهاردة يوم مارس 20، عشان نشوف وضع هركز فيه على الدول العربية. ماشي، فالعلم نبتدي بالعلم الأول. العلم وضعه إيه؟ الإصابات في العالم كلها في الوقت الحالي وصلت إلى 400 إلى 246,467 إصابة. الوفيات 10,049 حالة وفاة. الحالات التي شفيت 88,433. طبعا الحالات التي شفيت دي قيمتها ايه؟ ما تجيش نص، حتى تقريبا التلت، تلت الحالات الإصابات، ومتبقى شافي التلت، وتبقى حوالي التلتين مصاب، يعني 130,140,000 إصابة نشطة. بس أهمية إن في حالات شفاء، هي إن نطمن إنه الفيروس لن يقضي على العالم. في ناس بتخاف. والحاجة التانية إن هؤلاء الذين أصيبوا وشفيوا بتكون عندهم مناعة. هذه المناعة قد تستمر، المدة بالظبط مش معروفة، لكن على ما يبدو إنها تكون العمر كله. والمناعة اللي بتتكون في الجسم بتتكون نتيجة حاجة من الاتنين، يا إما إصابة، يا إما إصابة وشفاء وشفاء، يعني الواحد يصيب ويمرض ويشفى، او برضو نوع من الاصابات اسمها اصابه سب كلينيكال انفكشن، واحد يصيب ولا يظهر عليه اعراض ويشفى، برضو يتكون مضادات في الجسم لهذا الفيروس، او بالتلقيح، يعني حقن انتيجين ضعيف ما لا يمرض ولكنه يحفز الجسم انه يعمل مضاد ضده. طول ما الجسم فيه مضاد خلاص الانسان ما يهمه فيروس كورونا. هي فكرة الفيروس لما بيخش الجسم، تخيل ان ده هو الفيروس، والجسم بيبتدي يكون التصوره ده، الفيروس بدخل الجسم، فالجسم بيبتدي يميزه. لما بيميزه طبعا بيحتاج شوية وقت على ما يعرف يميزه، ولذلك الفيروس الجديد او الميكروب الجديد يعني بيبقى ايه، ليه آثار شديدة وبيعمل أوبئة. الفيروس لما بيدخل الجسم، الجسم بيبتدي يكون له مواد كيماوية اسمها مضاد، ليها ريسبتورز أو مستقبلات تلزق في المستقبلات بتاعة الفيروس أو الميكروب، تلزق فيه كده يبقى كتلة واحدة، هما الاتنين جسم واحد. يعجز الفيروس إنه يغزو الخلايا، خلاص اتشل، وبعد كده بيبتدي الجسم يتخلص منه. المضادات ديت اللي هي بتقفش في الجسم، الانتيجين الغريب، بتصنعها خلايا مناعية في الجسم اسمها بي ليمفوسايتس. ف وجود حالات شفاء يدل فعلا ان شاء الله في ناس بتشفى، بس كل ما احنا عايزينه ان نشوف الطريقة اللي نخلي الشفاء سريع شوية، ونشوف الطريقة اللي نخلي فيه مناعة عشان ما يحصلش إصابات جديدة. الفيروس زي ما انتم عارفين ابتدى في الصين. النهاردة الصين عدد الإصابات فيها صفر، وعدد الإصابات الجديدة أصبحت صفر، وعدد الإصابات الإجمالي بينزل، لأن في حالات شفاء كل يوم، فحالات الشفاء دي بتنزل من الإصابات الإجمالي. وهو الإصابات الإجمالي بتاعتهم كانت 80,000 وكسر، فبالتدريج هتبتدي تنزل. يعني أنا بصراحة الصين يلا يعني لا أعتبرها مثال يحتذى به، لأن أنا شخصيا ما عنديش ثقة قوية في الصين، ما عنديش ثقة في أي مكان الحكم فيه ديكتاتوري وما فيهوش حرية. ماشي، وأنتوا طبعا عارفين إن الصين دي وكوريا الشمالية وبلادنا العربية، هو بلادنا العربية برضو فيها بدون الولوج في السياسة حكم ديكتاتوري، بس مش واخدين صيت على العالم او انتباه العالم زي الصين وكوريا الشماليه، لان التانيين
بيمثلوا خطورة على مصالح العالم، لكن احنا الأنظمة بتاعتنا لا تمثل خطورة، بالعكس ده موالية وبتساند القوى الموجودة، فبالتالي بتتغاضى عنها مش مهم. لكن احنا عندنا النظام عندنا زي الصين وزي كوريا الشمالية، بس يعني ايه ممكن يكون بشكل آخر. الوضع في كوريا الجنوبية، هي كوريا الجنوبية فعلا اللي تستحق ان احنا نقول عليها ايه نموذج يحتذى، وفعلا منظمة الصحة العالمية قالت ان كوريا نموذج ممكن هي تعمله بروموشن، توزعه على بقية الدول المنكوبة، يعني معظم دول العالم، حتى تتبع النموذج الكوري. النموذج الكوري كان فعلا طبق جميع هو لسه الإصابات، انخفاض الإصابات الجديدة في كوريا أصبحت تبقى 40 إصابة 60 إصابة بعد ما كانت 1500 و600 كل يوم، والوفيات منخفضة بدرجة كبيرة جدا، وده يدل على أنهم كانوا بيكتشفوا الحالات مبكر، وبالتالي الاكتشاف المبكر يقلل فرصة الوفاة. ولأنهم كانوا متبعين الوصايا بتاعت وزارة منظمة الصحة العالمية حرفا، اللي هي اتباع 4 حاجات مع بعض، اللي هو الاختبار تيستينج وتتبع المخالطين اللي كونتاكت تريسينج والحجر الصحي اللي هو كوارنتين، وبجميع انواعه بقى، والتباعد الاجتماعي السوشيال ديستانسينج. ال4 حاجات دول يتعملوا تماما وبدقه، وقبل كده انا عملت فيديو عن الحاجات دي بالتفصيل، يا ريت ترجعوا له. ف نرجع بقى نيجي على البلاد العربيه ونشوف هم بيعملوا ايه، يمشي على الكلام دول. البيانات اللي بتجينا من البلاد العربيه طبعا قليله، اما تيجي تبحث عنها تلاقيها قليله، مفيش تفاصيل كتيره زي بقيه الدول الاخرى. يعني مش عايز اقول فرنسا ولا اوروبا ولا امريكا بيدوا تفاصيل كبيره جدا ومفصله جدا عن اللي بيحصل، فبالتالي اللي بيبحث او يدرس بيبقى فاهم، بيقدر يبقى عنده ماده خصبه يدرسها ويستنتج منها. لكن الدول العربيه الى حد ما مفيش هذه المعلومات متوفره بشكل واسع. في قطر، نبتدي بقطر. قطر وضعيتها ان حصل فيها عدد اصابات كتيره في الاخر، فرفعت الاصابات الى 460 اصابه، الوفيات صفر، الاصابات 460، وده رقم كبير جدا بالنسبه لقطر. برضو الارقام اللي في قطر لا اثق فيها، اي نظام عربي لا اثق في الارقام بتاعته، لكن احنا بنفترض انها صح. فعلى افتراض انها صح، ف 460 حالة بالنسبة لقطر طبعا تعتبر كبيرة جدا بالنسبة لدولة هي أصغر دولة عربية وأكثرها إصابات. لكن حسب المعلومات التي تنشر وبعض المراسلات من الناس اللي هناك، الدولة إلى حد ما بتحاول تجتهد في إنها تسيطر على الفيروس وتمنع انتشار. الدولة قفلت المطاعم والمقاهي والمساجد، حتى المساجد الصلاة والتجمعات، ووقفت جميع ألوان المواصلات. وده اللي هو بقى إيه اللي هو أول باند، اللي هو أنا معرفش، ما فيش معلومات طبعا عن الاختبار، هل قطر بتعمل اختبار ماسف تيستينج ولا بتعمل اختبار للناس بس المحيطين أو المخالطين أو المصابين. المطاعم والمقاهي ديت بقى اللي هي إيه التباعد الاجتماعي سوشيال ديستانسينج، كونها بتقفل فهي ماشية على هذا، على اتباع هذه الحكمة أو النصيحة، وده كلام كويس جدا. الحجر الصحي هناك في قطر ما فيش معلومات عن إن في مدن حجر صحي، بخلاف الكردون بتاع عمالة يمكن، لكن ما فيش حجر. ويمكن قفلوا أسواق، سوق المشهور، السوق الأثري اللي في قطر تقريبا مقفول، مفيش ناس فيه. وزي ما قلنا المطارات في قطر أغلقوها تماما ووقفوا الرحلات الدولية، ممنوع الأجانب يخش البلد، ماشي، وده نوع من الكورنتين برضه. وبيتابعوا المخالطين بالنسبة للعمال، بالنسبة للمواطنين مفيش معلومات، وما أظنش يعني
هتتوفر في يوم من الأيام معلومات عن إصابة المواطنين. على كل حال المواطنين يعني ما يجوش ربع سكان قطر، المشكلة كلها في الوافدين، ويعني ما نشوف هل فعلا هذا العدد وما فيش حالات وفاة، هيبان الكلام ده فيما بعد. والاختبار برضو زي ما قلت ما فيش معلومات كافية. أما مصر بقى فالكلام فيها برضو كتير. أنا اخترت أكتر دولة عربية فيها إصابة وأكبر دولة عربية، ماشي. الكلام بتاع مصر فيه كلام كتير، لكن اللي يهمنا يعني زي ما قلت برضو ان انا مصر لا اثق في البيانات بتاعتها. انا كنت شغال في مصر في يوم من الايام وعارف الناس بتاعت يعني الجهات الصحية بتعمل ايه عشان تصدر بياناتها. ال 64 سوري 46 حالة جديدة، وصلت الحالات الى 256 حالة والوفيات 7. العدد مش وحش، يعني العدد ماشي ليس ضخم جدا، لكن هي المشكلة فيما بعد. نتعشم ان فيما بعد الامور تكون افضل يعني او اطيب من التوقعات. فمصر 46 حالة زي ما قلنا، الاصابات بقت 256. المطاعم والمقاهي والمساجد والتجمعات حصل قرار بالغلق بعد 7 مساء. طب وطول النهار؟ يعني هو اخوانا الفيروس، هو طبعا بيحطوا في الاعتبار الناحية الاقتصادية انا عارف، لكن ربنا يستر وما يكونش هذا خطأ، لكن حسب توصية منظمة الصحة العالمية الكلام ده حكاية ان انت تقفل لي بقى لحد 7 مساء. لا، الكلام ده يمكن يتبع في الامور العاديه. انا انصح انكم تقفلوا الحاجات دي بعد ما ربنا يفرجها وتخلوا البلد تنام وترتاح بدري، تتقفل الحاجات دي. يعني رايي انا ان المفروض كل الانشطه بهذا الشكل تتقفل بعد الساعه 8 مساء او 9 مساء في الايام العاديه. انما في حاله وجود وباء مثل هذا لا، لازم تبقى 24 ساعه، ما يسمحوش بحاجه تتفتح ابدا. على كل حال هي مصر عماله تاخد خطوه ورا خطوه، خطوه ورا خطره، خطوه ورا خطوه. ما نعرفش بعد يومين ثلاثه ايه اللي هيحصل. اكيد لو الاصابات زادت شويه يمكن يتخذوا هذه الخطوه، لكن حاليا هذه لا تكفي. ويعني ما يعني مش لازم نستنى لما الاصابات تزيد شويه. يعني مصر ايه اللي جنته من تاخرها في انها تعلن اغلاق الاغلاق والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وما الى ذلك؟ لو كانت عملته من اسبوعين كانت هتبقى الخساره. يعني مصر ما كانش فيها حالات لحد تقريبا اول مارس، ماشي. لو هي قبل مارس بقى واول مارس لما طلع اشاعات وكلام وي وتطلع وزاره الصحه تتكلم كلام طبعا لا يليق بدكتوره انها تتكلمه، مش عارف. انا يعني احساسي طبعا ان الدوله او الحكومه بتعمل اقصى ما في عندها في مصر، بس هي الفكره كلها أقصى ما عندك يا مصر هل يكفي؟ ماشي. وهل إن إحنا لو أخفينا الحقائق لصالح البلد ولا لا؟ يعني لو أنا أذكر هنا في الفلبين بصراحة، ولا يعني ولا أقارن ولا أقول إن الفلبين أفضل، لكن أنا أفضل أظن لما حد انتقد وقال في احتمال الإصابات أكثر مما يعلن، وزير الصحة قال اللي أنا أحب أقوله لكم أو أكده إن إحنا بنبذل أقصى جهد، والأرقام ديت حسب ما إحنا بنراها بعد الإحصائيات بتاعتنا وبعد الجهد بتاعنا. ولو ولا أنفي وجود إصابات أكتر من اللي إحنا بنعلنها، لكن اللي أنا أؤكده إن أنا بنعمل أقصى جهد، وإذا كان في إصابات ما عرفناش بيها فده إيه؟ لنقص الإمكانيات، ما قدرناش نوصلها أو ما قدرناش نكتشف. فكلام يعني تحس إنه في شفافية، يعني مش بيخبي حاجة. هو بيقول أنا بعمل أقصى ما في جهد، إذا اتضح إن في إصابات ما لقيناش فده نتيجة عجز الإمكانيات. مش لكن بصراحة الإعلام المصري والدكتورة بتاعت الصحة كانت بترد على الإشاعات بالتأكيد إن مصر ما فيهاش حاجة، بالتأكيد. يعني إيه؟ بدل ما تقول إن إحنا بنجتهد وبنبذل أقصى جهد، لا، كانت تقول لا، ما في مصر فيها أي حاجة. وراحت الأقصر اللي هي بقت مصدر منكوب أو مدينة منكوبة، وقالت السياحة يعني بتروج للسياحة، والسياحة في مصر مستمرة.
السياحة في مصر مستمرة لحد النهاردة، بس يمكن ما بي المطارات هتغلق من المطارات في حتى 31 مارس، النهاردة 20 مارس، يعني هيقفلوها أسبوع، أسبوع 10 أيام، المفروض المطارات تغلق إلى حين يعني إلى حين اختار آخر. المواصلات في مصر شغالة، لأن عندنا المطاعم والمقاهي قفلت بعد 7، يبقى إذن أكيد المواصلات لازم تشتغل طول النهار طبعا، والموظفين موجودين بيروحوا الأشغال بتاعتهم النص، وده كله متعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية. يعني ربنا يستر وما يكونش النتيجة سيئة، أتمنى طبعا إن النتيجة ما تكونش يعني سيئة ونرجع نندم في مصر على عدم الاتباع. ما يعني مش هنموت ان الدنيا لو اتقفلت. انا عارف مصر ظروفها صعبة وحالتها، بس يعني لو في اصلاح شوية في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية الامور تتصلح. هو في ميزة بصراحة، في حاجة ميزة جدا بالنسبة للدول العربية. الدول العربية من حسن حظها ان بدأ الوباء يجي لها متأخر، الوباء بدأ يجي متأخر، يعني ما جاش في أول شيفت أو تاني شيفت، لا أول شيفت كانت الصين وكوريا الجنوبية والتاني جه أوروبا. فكون الوباء جه في الدول العربية متأخر ده ميزة كويسة. ليه؟ لأنه على ما يتطور والحالة تزداد سوءا، وهذا طبعا لا نتمناه إن شاء الله ما يحصلش، لكن لو حصل هياخد معانا وقت. يعني احنا قدامنا بتاع ايه 4 5 6 اسابيع على ما الحاله تتدهور ان لم تقفز. يعني في وقت في هذه الفتره هيكون فعلا ظهر دواء، وهيكون ظهر ايه لقاح، وبالتالي الامور يعني هنلحقها ان شاء الله. فيعني ربنا بيعوض، يعني ربنا عارف ان احنا حالتنا تعبانه وحكومتنا تعبانه وسياستنا تعبانه وكل حاجه تعبانه، فجاب لنا الوباء متاخر عشان غيرنا اوروبا وامريكا وكده يكونوا وصلوا لحل. اللي انا متوقعه ان فعلا اوروبا وامريكا والصين وما الى ذلك هيوصلوا لحل، واحنا هنبتدي نتعب. بس هم بقى ايه، احنا مش هنتعب قوي، لا احنا هنبتدي الوباء عندنا وهم يبتدوا يبيعوا لنا المنتجات بتاعتهم ويساعدونا. ماشي، احنا انتنتنا فقرانين زي ما احنا، وربما الفقر يزداد اكتر لو ظروف لو ما حسناش من امورنا السياسيه والاجتماعيه، وهم هيزدادوا ثراء. عشان كده رئيس امريكا بيقول ان احنا الاقتصاد بتاعنا هيزداد او هيتقدم بسرعه الصاروخ بعد الوباء، بعد ما ينتهي الوباء. مصر طبعا السياسه والامور الاجتماعيه بتتدخل كتير في قدرتها على مجابهه الوباء. عدم حريه الكلمه في مصر ليها تاثير، ولذلك عدم حريه الكلمه والاعلام اللي كان او البريزنتيشن اللي كان سيء او يعني يثير الشك، كلمات وزيرة الصحة وغيرها من المسؤولين في البداية والإنكار أثار رغبة ناس في البحث، في البحث والتنقيب. طب الناس دول بيتكلموا كده ليه؟ ويعني ما شاء الله يعني، فبدأ ناس تبحث وتنقب وتطلع حقائق أو معلومات. هذه المعلومات مبنية على استنتاجات حسابية وليست مبنية على دراسات علمية قوية. هي دراسات علمية بس مبنية على مش واقع حادث، وإنما تصورات بناء على تطور الوباء في دول أخرى وما إلى ذلك، وبناء على كم واحد دخل مصر وكم واحد خرج من مصر وإيه الطيران ومعدلات ومعدل انتشار الفيروس. الحاجات دي بنى عليها الجدع الكندي دراسته أو الجهة الكندية دراستها ونشرتها، بس لم تنشر في مجلات موثوق بها، ولذلك أنا لا أثق ايضا في الدراسه الكنديه، لان ما فيش جهات علميه اعتمدتها او نشرتها، وفي نفس الوقت هي مبنيه على استنتاجات. ده حتى الدراسات العلميه
ما بيخص بيها تماما الا لما يكون في كذا دراسه تؤيد الاستنتاج اللي وصلت. فيعني انا برضو مش مع الدراسه الكنديه ولا ضدها، باخدها بحياد، ولا مع الارقام اللي بتقول بيها الحكومه المصريه ولا ضدها، ولكن انا لازم امشي على الارقام اللي بتعمل لنا الحكومه المصريه. لكن عندي انطباع، يمكن ربنا يعني مش عارف، هو طبعا ان التشكيك اللي جه من جريده الجارديان ونيويورك تايمز، دول جرايد كبيره ما يعني واخدين بالكم، انا مش عارف ليه الحكومه المصريه اما صدر هذا الكلام ليه ما جابتهمش وقالت لهم يا اخوانا انتوا عاملين هذا الكلام بناء على ايه؟ ورونا المعلومات اللي عندكم، وقعدت تشوف وتدرس. لكن هوب خبط لزق انتقام منهم، شيء طبيعي يعني. انا طبعا مش هكمل كلام كتير يعني في الموضوع ده، لحسن ايه يطلع اللي يقول لك ده قطر بتمولني وانا ما بحب حاجه اسمها قطر، او يعني مش قطريين احبهم جدا واعزهم، لكن السياسه هناك اكرهها بصراحه يعني. لكن مع ذلك برضه هتلاقي ناس تطلع تقول لك ايه ده راجل بيحب قطر، واللي هيسمع كلمه السياسه بكرهها في قطر هيقول لك اه ده سيسي ومن جماعه السيسي. ما احنا العرب ملناش حل، العرب ملناش حل. خلينا نخش في التقرير بتاعي ونكمل. مصر ما شاء الله اعلنت برضو، ده شيء كويس، انها هتضخ 100 بليون جنيه مصري لدعم الحرب على فيروس كورونا، وده خبر برضو حلو، بس ربنا يستر الفلوس دي ما تروحش في سكه غير السكه. هي طبعا هتروح معظمها للجيش وما الى ذلك، بس يلا هم برضو من الشعب والوطن. البلد الثالثة اللي أحب أتكلم عنها بسرعة كده هي السعودية، عندهم 36 إصابة جديدة أعلنت النهاردة الصبح يوم 20 مارس، وصلت الإصابات إلى 274 إصابة. وعملت السعودية برضو إغلاق محدود، لكن أغلقت المدارس والمدارس والطيران، منعت دخول الأجانب، وده برضو يمشي مع الكوارنتين. إغلاق محدود، السعودية ما عملتش حجر صحي إلا على بعض منها القطيف، ما عرفش بقى عملوا على مناطق أخرى ولا لا، وده مش متناسق برضو مع وضع التوصيات بتاعت منظمة الصحة العالمية. نشوفكم إن شاء الله بكل خير، وأتمنى أن التقرير الجاي يكون أفضل. طبعا أحب أنوه لأن في أدوية اللي هي منها الكلوروكوين بتاع الملاليا اللي هيدرسوا مفعوله فعلا على الفيروس، والدواء التاني بتاع الملاريا، دول اتسحبوا للأسف من السوق، وده الجنون بتاع الرعب بتاع الناس، اتسحبوا مش بس في الدول العربية، ده في كل يمكن البلاد. يا ريت نبقى يعني يكون الناس عندها وعي شوية، ويكون عندها نوع من عدم الأنانية. يعني أنت سليم إن شاء الله، سليم وصحتك سليم، تروح تشتري هو الدواء، ما حدش قال إنه بيقي من الفيروس، الدواء بيقول إنه يعالج الفيروس، معناها إن المصاب هو اللي ياخده. يعني أنت خلاص بشرت على نفسك، فولت على نفسك إن أنت هتصاب، فبتخزن في بيتك الدواء، اتقي ربنا عشان ربنا يبارك لك. يلا نشوفكم على كل خير إن شاء الله، وبإذن الله تعالى أشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.